اسعد الله صباحكم اسعد الله مساءكم اينما كنتم. معكم ابراهيم ادريس عبر سلام ميديا ونافذه ادال في رحله مع المناضل عبد الله سليمان. هذه الرحله رحله في الذاكره الاريتريه جزء من ملامحها. نستحضر هنا الزمان والمكان وما بينهم من حوادث. في اللقاء السابق توصلنا الى مرحله تطور دور المناضل عبد الله سليمان مع رفاقه ومع زملائه في التجربه الى ان ينتقل من مرحله مواطن الى مرحله كادر الى ان يكون كادر سياسي متقدم عبر تنظيم سياسي ينتهج فكر سياسي وبرنامج للثوره الوطنيه الديمقراطيه. هذا الاطار وهذه الخلفيه دفعت بالقياده السياسيه ان ترشح المناضل عبد الله سليمان لتبوء مركز في السلطه التنفيذيه. كانت الاجابه من التجربه التي تمخضت منها رؤى وافكار كثيره ان يرفض عبد الله سليمان ان يتبوء هذا المركز التنفيذي ويقدم نفسه طوعا لمسؤوليه اكثر تحدي في ان يمثل اللجنه التنفيذيه برمتها ككادر سياسي متقدم قياديا ويتبوأ مسؤوليه الوحده الاداريه رقم 11 و12 في المنطقه الجنوبيه في جنوب شرق اريتريا واللي هي تحازي ما يسمى بباب المندب دوله اثيوبيا دوله جيبوتي ما يسمى ايضا في المخيلة الشعبيه بين المثلث العفري تحديات لم يسبقها اي تنظيم بهذا البرنامج الجديد حيث المؤتمر الوطني الاول اعلن عن عده برامج اولها كيفيه توحيد القوه السياسيه في اريتريا اثنين كيفيه الوصول للمعارضه والقوه الثوريه في اثيوبيا، كيفيه تعزيز العلاقات مع المجتمع الاشتراكي وال... والقوة التقدميه عبر بوابه القوة التقدميه العربيه. فتح مسارات جديده مع كل الدول المحيطه بهذا آ... بهذا بهزى... بهذه الدوله وتحديات هذا التنظيم. ضمنها كان هذا المثلث الذي تحدث عنه كان ما يخص البحر الاحمر، باب المندب، وجود قوه دوليه في هذه المنطقه، عبد الله سليمان ورفاقه كلفوا بقيادته انه يقتحموا هذا آه هذا المثلث استاذ عبد الله قبلت التحدي كيف كانت منطقه الوحده الاداريه رقم 11 و12 وما هي الوحده الاداريه رقم 11 و12 وسيتبعها بعض الاسئله تفضل تعريف ايوه بس باختصار هو تحركنا من هناك على اساس انه انا مشرف عام على الوحدتين الاداريتين اللي ما بعرفها اصلا يعني, يعني ما حصل مشيت هناك ولا أه الوحده الاداريه التقسيمة كيف؟ آه تقسيمه 11 هي منطقه بوري هي بوري تمسكها من طيعه ايوه حد حدود ارافلي وتنكاليا يعني 11 ايوه دي 11 11 12 دي حدوغو. دي حدوغو. 12 تمسكها من طيعه ايوه لحد ما توصل لحيتا ايوه حدود قريه هي مدينه صغيره ايوه حدود جيبوتي وإريتريا يعني لماذا تم هذا التقسيم؟ واسعه طبعا ايوه وبعدين طويله وواسعه أيوة. كمان كده ايوه ايوه وبعدين التقسيم بدات عمل لان شويه جنوب دنكاليا صعبه جنوب دنكاليا ايوه فيها مليشيات ايوه وكان في صراع بين مش صراع اختلاف في الاتماع. المواقف بين مين أيوه. ومين؟ دمويتة ايوه قبيله دمويتة قبيلة, أيوه. أيوه. قبيله كبيره وداهميله قبيله كبيره أيوه. هم الاثنين اكبر قبائل في دنكاليا وكذا أيوه. فشويه مم. يعني الناظر عنده تاريخ وتراث يعني أيوه. يعني نتيجه للصراعات دي مم. يعني اه توجدت مليشيات اثيوبيه هناك تسلحوا يعني اوكي سلحوا مليشيات وكان يدوهم مرتبات رمزيه ايوه هسه احنا بنتكلم ايوه خلص 72 72 صح؟ ايوه اوكي هسه نحن تحركنا ايوه تحركنا عددنا كان 55 نفر 55 نفر ايوه تقسيمهم ونسمي نفسنا سريه يعني سرية. ايوه 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 نعم اوكي تحركنا ماشيين 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 آه عندما وصلنا هسا آه زي كانه هي حدود طبيعيه ايوه بين آه بين آه مش اقول أكل أكل. يعني خلاص منها دنكاليا هي كسرالي اسمها منطقة اسمها منطقة؟ كسرالي كسرالي ايوه ايوه منطقة صغيرة هي كده تطلع شوية تنزل يعني فيها طيب و... جنوبها في ايه وشمالها؟ آه و... والله من وراها في وانقبو وانقبو ومن شمال في رافلة ايوه ايوه تشوفه من هناك أيوة, ايوه وتشوف أيوة الجبال بتاع قبقب قب ايوه وخلفها؟ خلفكم كان ايه؟ آه. سبتوا؟ آه آه جايين من وين؟ نحن جايين من اكولوجزاي من اكولوجزاي اوكي أيوة. اوكي جايين من اكولوجزاي ايوه اوكي بشرق اكولوجزاي اللي هو الصقيعه يعني اوكي جايين جايين اوكي دخلنا أول في دالي دي اول منطقه مع منطقه دالي اسمها دالي امم اوكي هي كلها بوده هي مع بعض المنطقه كبرى ايوه لكن المنطقه دي اسمها دالي ايوه ووصلنا هناك الصباح و حوالي الساعه 10 وخلاص في خور كده حولوا في اشجار يعني البحر من هنا ومن هنا برهوة والمكان مع جمال الحكي بتاعك ده بس انا عايز اوصل بس ايوه تمام تمام ايوه ولكن حكي جميل جدا أيوة يعني <applause> المهم قعدنا وشربنا شاي ونعمل وناي ومستريحين يعني المناضل الكبير مصطفى ابراهيم الله يعني ايوه خرج كده يقضي حاجه يعني وبعدين رجع لانه في الاثنين طرف بتاع الوادي في احجار كثيفه كده قال والله نحن مطوقين قال لا شافهم رحنا كان عندنا تقريبا زي ثلاثة تل... كرونوف ايوه فطوال كده بسرعة تكلمنا ومعانا البطل نافع جنوبي نافع جنوبي ايوه فكده قلت لهم يعني نحن حاسه ما عندنا طريقه ننسحب بها بس يعني كثافه نيرانية، مم. كل واحد في مم. في الموقع اللي موجود فيه في في شيء يحصل مم. يحصل فينا ونحن هنا يعني القوة الاريتريه والاثيوبيه لا الحقيقه قوات تحرير هم قوات تحرير شعبيه ايوه قوات تحرير هم ايوه واستغرقت المعركه آه تقريبا آه 20 دقيقه ما اخذت ايوه فجرح القائد كانت بدات الحرب الاهليه اوريدي اول ناس انضربنا نحن قاعد تبدا اول معركه في الحرب الاهليه ايوه دي كانت ايوه دي كانت ايوه بعدين وامتدت جات جاء شعب و ايوه كده المهم فلت اي حد عايز يأرخ دي هي نقطه ايوه نعم ده للتاريخ ايوه ده للتاريخ عشان الواحد أيوه. بس أيوه. ما يكون لا لا مسؤول لا. عنه أول ايام ديك أول. ما في حرب اهليه أيوه. ولا أيوة. في لا مع, أول معركة. لا مع لا مع قوات التحرير الشعبيه ايوه ولا مع عوبل سلفي ذات النط ولا أيوة. مع عوبل عبل. ما ايوه, ما أيوة. في شيء. أيوة. آه. طيب انتهت, انتهت لا بس علي. انتهت المعركه الحمد أيوة. لله يعني شهادات آه شالوا كان أيوة. عندهم جرحى لا أيوة. شهداء ما, ما كان في جرحى كان وكذا جرح تعرفوا مين من القيادات و... ايوه القائد انجرح قائدهم؟ ايوه مين كان؟ ايوه القائد هو آه البطل الشهير الجسور اللي هو علي احمد علي احمد ايوه, ايوه, ايوه فما بعرف الاسباب هم كانوا بعدين تاكدنا منه كانوا 120 واحد ايوه فاخذوا كده زي ثلاثه جريح قالوا ما اعرف وتركوه هو فشفناه جماعة شوفهم ينسحبوا بعدين لما طلعنا وجدناه ونحن أيوة. ضيوف جايين عندنا ساعتين في البلد ده ما نعرفه اذا اوكي عياده ما عندنا كنت تعرفوه كبنان. كيف معروف في الجبهه يعني م. معروف طبعا بس جهزنا سرير واي حاجه وكده واخذت معي 15 نفر م. وفي واحد اسمه عثمان علي لجنتي هو امم قبل ما توصل كوميل، كوميلي كوميلي الخور بتاع كوميلي انت مم. ماشي بالصريع احسن مش أيوة. بالجبال ايوه يعني في جاو كده هو رئيس لجنه هو مم. هو بعرفه مم. يعني اثناء مرورنا وكده وبقينا نشيله آه، يمكن آه، مشينا قريب لسبعه يعني عشان الوقت بس عايز بس ايوه ايوه بس باختصار مم. جبناه في اللجنة ده مم. <applause> وقلت له وديه العياده بتاعتك أيوة. وكتبت رساله لمحمد احمد عبده كان هو المشرف العام المناظر محمد احمد عبده ايوه المناظر وريته قلت له يعني برضه اديته رايي قلت له عالجوه وبعد المعالجه عنده ناس في كسله قلت له ايوه ده رجل قلت له رجل بطل يعني عنده ناس في كسله ادوه مجموعه طوف توصلوا لحدي اتجاه جميل. الحدود وكذا وخلاص ومشى الحمد لله ودخل توجهت دخل حس بعد المعركه دي جاءنا الشعب بقى قالوا أيوة. دايرين معاكم ايوه تقدر تقول القرى اللي جوا منها؟ والله ما في ايوه عبدر وحارينا و اسمها ذاته أي ايوه وبرضه قدام تمشي كده سهيلة. المهم يجمعوا معلش انت قلت كلمة لجنتيت للمشاهد فسر <سؤال> له لجنتيت ايه هي؟ لجنتيت أه ايوه لجنتي أيوة بتقري هي لجنتي يعني عضو لجنة عضو لجنة <applause> أيوة. جماهيرية شعبية جم... بالظبط بتحدد ال... أيوة. القرية أو المنطقة أيوة بالظبط أيوة. <تس> <I can> <applause> وكده أيوة. جونا وقالوا لنا يا أخي انتو أه انتوا شفتوا معركة حصلت فيكم أه اضربوكم والناس ديل حيرجعوا ونحن ما دايرين مشاكل يعني طبعا الكلام فيه منطق يعني اول قتال اهلي اهلي يعني بين حمله البنادق من اجل الحريه وكمان الثانيه كمان يعني ااا ممكن الاثيوبيين ذاتهم يعني ما يجوا المناطق ذيك ما يجوا قبل لكن وفي نفس الوقت كمان يعني ما ما دايرين كمان فالمهم انا ردي كان عليهم انه قلت لهم يعني احنا الحقيقه ما جينا عشان نعمل معركه مع اي قلت لهم اخوانهم اختلفنا شويه بقوا وحدهم يعني ما كنا نناضل في خلنا واحد وحنرجع في بعض كمان بعد كده كمان نتاكدوا وقلت حن... حيجي يوم ما حيكون طويل ها... أما الانسحاب ما. ما نبدأ ننسحب بس أوعدكم بحاجة واحدة وجنوبي كمان اتكلم معهم حاجة واحدة اللي نوعدكم بها إنه احنا نتفادى أي معارك معارك معهم يكون في اماكن يعني طيب ايوه عشان ما ايوه النتيجه شنو؟ ايوه بس النتيجه ايوه نجي النتيجه هي نظمنا شمال دانكاليا ايوه وبدات حوار مع جنوب. مع القاده الجنوب القاده الاجتماعيين بتاع الشعب بتاع الشعب ايوه من ضمنهم الناظر عثمان معر عثمان معر ايوه ايوه فهو يرسل الناس ونحن نرسل الناس جميل جميل. وواحد واحد اسمه محمد درسه واحد بطل كمان محمد درسه ايوه معروف ده يعني أيوة. من قياداتهم آه لا لا كان آه. عنده مشاكل مع اسمه مع ايوه اوكي من نفس المنطقه ايوه من نفس, نفس المكان القومية. ساكن هناك نفس المقاوميه لا لا ما منهم لكن أيوة. ساكن في نفس اوكي في نفس المهم المنطقة. ده يعني حصلت مشاكل وكده وشال نسوانه واولاده وكده ومشى سنده اسمها منطقه حدا دوركم وعمل كمين. معانا اتصال ايوه دوركم ده المهم ايوه الحوار ده يعني كان شنو؟ مم. يعني هو عباره عن انه هم يحكموا نفسهم يعني احنا ما عندنا فيهم قرض لا نتدخل في عاداته لا نتدخل مثلا في شعوب كلها في اريتريا عندها عندها قوانين الخاصه قوانين الخاصه أيوه. اصلا قلت أيوه. اليوم. كتابة والعفر أيوة. ضمن التاريخ. أيوة معروف أنه عن أيوة عندهم أيوة تجارب أيوة أخذنا تسعة شهور بعد أيوة. تسعة شهور وافقوا بعد تسعة شهور أيوة جلسوا تسعة شهور في المنطقة دي لا أنا من آه. بوري من بعيد هو أيوة من أيوة. بعيد هو أيوة وسطاء يمشوا هسه أنت قاعد تتكلم عن منطقة الجنوب لأنك أنت موجود في الشمال أيوة أيوة شمال دي ما... الوحدة الإدارية رقم كم؟ أه... رقم 12 فيها قاعدين نتكلم نحن 11 11 أيوة أيوة طيب ووصلنا إلى نتائج وحتى الوسطاء اللي يمشوا بيننا كانوا ايوه ما جايين نحكمكم يعني احنا مين احنا يعني يعني عشان كي. نجي نحكمكم يعني جايين نشارككم احنا جايين بس, جاي بس نقعد معاكم باي. ونتكلم في الثوره دي و ندافع عن وندافع عن بلد يعني ومشينا لما وافقوا بعد كم؟ بعد تسعة شهور تسعة شهور م. طيب علاقتكم مع القياده اتصالاتكم امداداتكم دي كلها مستمره؟ ما مستمره وانا ذاته الحقيقه لم ابلغ القياده. ما عندك تقارير دوريه بترفع؟ وما ما لسه انا ب... لما كنت في الشمال ايوه لكن أيوة. لما داير امشي للجنوب ايوه ما عندك انقطعت عندما قررت لا ما انقطعت ايوه كان ممكن ارسل لحمد آه. احمد عبده و... ايوه ويرسل لهم لكن انا خشيت انه آه. يعني لانه المنطقه بتاع الجنوب ما سهله ايوه ف حيقولوا لي ما تتقدم القياده ايوه لانه عندهم حساباتهم ايوه لكن انت آي شايف حاجه ثانيه ايوه شايف حاجه ثانيه تماما اللي هي؟ اللي هي انه في امكانيه خلاص في امكانيه لانك بدات تتصل بالقيادات أيوه وبدات تحل مشاكل ايوه وبدات تعمل ما يسموه الانجمنت ايوه ايوه وصلني الى اتفاق يعني ايوه, أيوه عشان كذا ما طلعت فينا طلقه واحده من في ما انضرب في دنكالي في صدع عيلة. ايوه يعني انتم لكن طلقه واحده ماذا؟ بالحوار نمشي 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 ايوه وكانت عندهم هم عاده ومحمد درسه ده لقيناه قدام ايوه شفت كيف؟ ايوه ومشى معانا هو ذاته ايوه عنده تسعه شبان يعني ايوه حاملين سلاح ما شاء الله اولاده اولاده ايوه, ده أيوة, ده أيوة, ده أيوة معناها فارس فارس هو معروف بس أيوة <applause> آه لكن معاي معانا يعني اتفهم قاده كبار من ابناء المنطقه الشهيد علي محمد ابراهيم الشهيد علي محمد ابراهيم عضو المجلس أه نعم الشهيد آه ياسين عبد الله ياسين عبد الله آه الشهيد آه توفى كمان قريب آه شهيد ادريس بولو إدريس شهيد علي قافو شهيد علي قبيته وكان معانا رجل كبير ايوه ما لابس زي الجنود يعني ايوه شفت كيف؟ م -م. آه عنده كلاشنكوف كلاشنكوف بتاعه اسمه تذكر ادريس اسماعيل اسمه ادريس اسماعيل معروف ايوه من نفس ابناء المنطقه ايوه ايوه ايوه, أيوه. فانا هؤلاء آه ديل كانوا زي شنو يعني زي شيخ خط مثلا او كانوا زعماء قبائل او كانوا ابناء مجاميع اسريه معروفه تكوينهم شنو؟ والله هم ما حمل السلاح ده لازم يكون عنده اشاره لا عم. لا لا حمل السلاح بتاع الجبه هو نحن اللي هم انتم ديتوه ايوه أوكي. بس أوكي. راجل كبير وما جميل. لابس ملكي وعامل برنيطه جميل, جميل. جميل. لا, جميل. لا واضح واضح ايوه المهم ايوه آه عسكرنا هناك في منطقه اسمها مركبته مركبته ايوه ايوه دي وين؟ آه زيرو الحباب هي ايوه طيب هضبه آه. وساكنين أيوة. فيها ناس وتحتها مم. في اللي يسموها صدوحيلة أيوة من فوق تنزل فيها يعني مؤتمر القوات أيوة. الشعبيه ايوه فقلنا لحد ما ننظم نفسنا ايوه نكون في في الجباب دي والجباب ايوه قعدنا أيوة. أيوة. كده كان عندنا شهر كم ده؟ سنه في يعني سنة, يعني سنه 72 ايوه ده 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 تقدر تقول آآ آآ 73 شهر اثنين كده بدايته أي. أيوة. اوكي حسنتوا الان قاعد نتكلم عن مرحله اللي احنا قاعد نتكلم فيها اللي هي من 72 لغايه 77 ايوه نعم فانت حسب من 72 إلى 73 مم. في التسعه شهور أيوة. دي وصلت للمرحله الجديده بالزبط. وده اماكن تواجدك بالضبط أيوة. طيب وبرضه الشمال نظمناهم مشينا لما حسن... تنظم لما تنظم تقول هل بتتن... بتطبقوا الاشياء بتاعت المتورطين الاول فيما يخص التعليم فيما يخص الاقتصاد فيما يخص الامن فيما يعني التربيه السياسيه ده تعملوا كيف؟ لا ده ما حصل ما نحن حسنا وصلنا اوكي وفي الشمال ما كان عندنا الامكانيات وكده نعمله يعني بس في الشمال عملنا ايه؟ عملنا اللجان زي اللجان كونتوا اللجان بداتوا كونتو تنظموا ايوه ما هو دائما واللجان ذاته باختيار الشعب كانت تكون مش أنتوا تنظموها جميل جميل المهم وصل... فدي المراحل الاولى للسيطه أيوة. او التوطن يسموه. التوطن التوطن ايوه, التوطن. أيوة. احنا طلعنا في الجبل ده مم. والشعب كويس هو كمان نعم وكده والامداد خلص مننا إمداد كويس كويس لما نقول معناها شنو؟ لا قصدي من, من من زمان ما عندهم يعني كده تحفظات من ال من العمل من ال من السياسه من الجبهه من كذا ايوه من, أيوة من أيوة 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 فتره تقرير المصير يعني مواقفهم واضحه ايوه جميل جدا أيوة. جميل جدا لما خلص الامداد ايوه طبعا ما نقدر نرسل عصب وكذا لانه أيوة. يعرفوا محلنا وش اسمه مم. بس ما استقرينا فبعثت شخص الى سلطان علي مرح اسمه سلطان, سلطان علي مرح في اوسا في اوسا ايوه ما عندنا نعم. علاقه بها ايوه بس كنت بعرف راجل يعني يحب الناس علي محمد ابراهيم ويوسف أحدك ايوه ابوه ذاته كان سلطان ايوه كلموني أيوة عنه يعني ايوه والله ما قصر ايوه يعني بعد اربع يوم رسل خمسه جمل سلطان علي, علي مرح ايوه قائد المنطقة دي ايوه ده ده يعني ملك العفر هو ملك العفر ملك يعني أيوة <applause> او حاكم العفر ايوه الاداري يعني ايوه, يعني أيوة روحي برضه أيوة 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 اللي استثناه من قصته ذاته أيوة أجله أجلوا عشان أيوة عارف الحساسيه وقوته ايوه المهم فاجابكم اجابكم أيوة 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 <applause> أيوة بعدها رسلت ناس لليمن ايوه عشان يتصلوا بي على اسحاق على اسحاق موجود اتصلوا بي عيد البحريه أيوة. وعن اسحاق طلب ميزانيه ايوه من آه من دمشق علي اسحاق ما كان عضو مجلس ثوري في الفتره دي آه لا ما كان لانه ما شارك المطلوب. ايوه ايوه كان في المؤتمر الوطني الوطني الثاني ايوه حسي لكن كان مسؤولنا ايوه في... ايوه فتحنا فتحنا الخط مع اليمن الشمالي يعني. ايوه اليمن الشمالي ايوه اليمن الشمالي لما نقول الحديده ولا ايوه الحديده اقرب الحديدة. هي لكن أيوة. مع الساحل يعني اللي أيوة. أيوة. هو المخا وخو المخا اوكي ايوه أوكي. وكده وبعدين فتحنا خط كمان مع جيبوتي ايوه جيبوتي ايوه دوله مقفوله هذه ايوه مع جيبوتي والتقينا مع بعض المسؤولين مزي ايوه مزي من تقول ده بتاع ديني الداخليه لا لا آه. بتاع الداخليه ايوه مم. مم. آه في واحد دنكلي اللي يعرفه كويس يعني ايوه عن طريقه مم. وبرضه كمان آه مع دنكلي لما نقول قصدنا شنو؟ والله هي باختصار دنكلي دي قالوا آه اسم ما اسم العفر ايوه اسم قبيله هي ب... طيب عشان الناس بتخلط كثير ايوه قبيله أيوة. أيوة. بعدين أيوة. قالوا القبيله دي مم. هم اللي كانوا يمشي اكثر بالبحر يعني اوكي اوكي جميل ف ما علينا اليمنيين إيه خلاص الانثروبولوجي ايوه يعني. ايوه نصبوا الاسم ده يعني ايوه ايوه ف فتحنا مع جيبوتي ايوه طيب نجي فينا اول حاجه حليت مشاكل الاقليم ايوه نعم بين الدنكال الشماليه والجنوبيه وسعت آه وسعتوا العلاقات بين كوادر وقيادات المناطق دي بدأت آه بداتوا تجندوا بداتوا أيوة. تسلحوا بعض الناس ايوه آه تجاوزتوا المساله دي انه وصلتوا لاوسع منها وصلتوا لجهات اتصال خلفيه أيوة. بدات الاتصالات مع القياده بتاعتكم أيوة. آه عن طريق آه 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 أنا عن طريق اليمن بعد كده اقتحمتو ووصلت لغايه آه آه جيبوتي جيبوتي نعم. هل ده كان اول وجود لجبهه الريتريه بهذا الحجم؟ والله انا ما هو المساله ما حجم المساله آه اي تنظيم او آه لما الجبهه كانت واحده يعني ولا بعدين لما شويه حصل فيها انشقاق وكذا ما في آه قوة مسلحة قعدت هناك زي ما تقعد مثلا في بركة يعني ولا تقعد في, أيوة في ايوه في سنحيت ولا أيوة تقعد في الساحل أيوة ولا تقعد في سمهر ايوه ولا تقعد في أقل ما في ما في يعني بس الناس كانت تجي وتطلع وتجي تطلع ايوه كمان يعني انا سمعتها يعني وده كل الناس يعرفوه يعني كانت في محاولات كده بس آه آه معناها آه استطلاع عشان المناضل يعني عمرو مثلا كان له جولات في المنطقه دي. ايوه فات يعني عمرو كان بيجي المنطقه دي. ايوه لكن الجايه مش مش عشان ما كان فيها توطن ايوه توطن, ما, توطن ما فيها ايوه ايوه وبعدين شمال دنكالي دي ما ما فيها ميليشيا ولا فيها أيوة. معسكر بتاع جيش اثيوبي ولا فيها حاجه أيوة. كنت اجيها وتقضي ايام ولا الحاجة. طيب ده 73 ايوه فمن ايوه رجعوهم كذا مره يعني اوكي طيب في العلاقات بين هذه المنطقة منطقة ملتهبة منقستو ظهر منقستو ناوي يا المنطقة دي منطقة استراتيجية بالنسبة لي والبحر الأحمر دنكاليا عصب دي كلها هل في أي بينكم بعد ظهور منقستو اللي هو خلاص 74 75 المسائل تغيرت وأصبحت موازين القوة أكثر يعني منظمة وأكثر فاعلية الخريطة كانت كيف في الحته دي وعلاقتكم والسلطان موجود واليمن موجوده والحدود البحر الاحمر شنو اهم الملامح في الحته دي والله نحن بالنسبه لنا وفي تجربتك انت نحن أيوة. تجربتك يعني ايوه إيه؟ ايوه يعني نحن اساسا لما جينا جينا من الصفر يعني ايوه شفت كيف إيه؟ لما حققت قلت لنا كلها ايوه <applause> ف لكن ما واجهتنا صعوبه اوكي شفتني؟ والسبب هو اصلا اولا الشعب لانه قبلنا قبلكم الشعب ايوه ولا أيوة. أيوة. كان ممكن آه يطلعونا في يوم واحد ايوه ايوه, أيوة. كان أيوة. ممكن يطلعونا في يوم واحد ايوه يعني. ميليشيات بالمئات وبالالاف أيوة. أيوة. ألفين ولا ثلاثه ايوه زي ما عملوا في الفتره الاخيره لي. طيب هسه اللي داير اقوله آه هذه ال البوابات اللي فتحناها ايوه حتى مع عدن كمان ايوه ومع اليمن الشمالي عدن في الحديدة اسماعيل ايوه اوكي اوكي ومع جيبوتي ايوه دي طبعا ماشيه ماشيه جيبوتي آه كان آه. كان في هناك ناس محمد برهان وكذا ايوه لقيته انا الحركه دي ايوه عرفته ايوه, راجل زميله زميله اللي عدم ملكيه أيوة كان ساهم في أيوة. اول سلاح وصل لغايه أيوة. اسمر لا, أنا لأ حكالي انا ايوه ايوه ايوه, أيوة حكى لي أيوة. راجل ابيض هو كده بالزبط بالزبط. راجل قصير انا ايوه فدي المساله تمشي جانا سلاح من فين؟ من آه من العراق اوكي جل حديده اتخذته هناك في المخازن ايوه وبعدين جابوه وشحناه أيوة في أيوة. سنابيك ايوه في سنابيك ايوه والسلاح اللي جاء يعني كان محدود لمنطقتنا يعني ايوه للوحده الاداريه ايوه رقم أيوة. 11 و12 وبعدها انا بدأت تجندوا؟ ايوه أوكي. بدانا ايوه 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 بعدين يعني ابناء المنطقه كان عندهم دور كبير يعني جميل اولاد واعيين شباب واعي و... مقاتل مقاتل و إيش اسمه وما ما عندهم العصبيات الضيقه دي وكذا ما, ما يعني... فدين كان يعني دور كبير دايب. يعني طيب. يعني وانا كنت استشيرهم في كل كبيره وصغيره وحتى ابراهيم بوليسي في الجنوب وكذا فداير اقول انا رجعت حسي جليفين إذا فورت رجعت عشان أشيل قوة ندعم فورتو فورت فورت البركة يعني بركة أيوه نجيب هنا أيوه بس <applause> أه وصلت قوة ورجعت هنا آه آه السادة المشاهدين وصلنا مع الأستاذ عبد الله في مرحلة انتقال المراحل حيث الزمان والمكان من 72 إلى ما قبل 77 نتكلم آه هنا احنا قبل المؤتمر الوطني الاول آه واستتبت اوضاع الوحدتين و نقدر نقول على كل المستويات برامجها المؤتمر الوطني الاول قدرت توطي نفسها في هذه المنطقه والمناطق الحواليه الى ان نلتقيكم في اللقاء القادم استودعكم الله ولنا اللقاء مع الاستاذ عبد الله سليمان شكرا استقرت المنطقه ولا بد من زيادة الوحدات العسكرية أخذنا السلاح أيوة وجبناه جبناه جنوب دانكاليا كان سنة 77 وده يعني في أخطر مرحلة من مراحل الصراع على الإثيوبي أول خلاف حصل بيننا وبين الجبهة الشعبية طلبنا مشاركة قوات الشعب الشعبي أنا أرسل لكم اثنين وصلنا نحن أيوة. هو سكت اوكي وحصل ايش؟ وبعدين في النهايه ضربوهم لما قرروا ضربوا قواتنا ايوه ضربوهم ما دي هي أيوة.